أعلنت لجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات عن تلقي طلبات أربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني الراغبة في مراقبة العملية الانتخابية، موضحة أن إجمالي عدد المراقبين المتقدمين من الجمعيات التي ستشارك في الرقابة على الانتخابات قد بلغ 231 مراقبا. هذا وحرصت اللجنة العليا على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية انطلاقا من الحرص الراسخ على تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. نجاح العمل الديمقراطي في كل أشكاله يرتكز على ثوابت الحياد والنزاهة والحرية ليكرس روح الديمقراطية في قالبها ومضمونها الذي تطمح له الشعوب. ومن منطلق تكريس سيادة القانون والحرص الراسخ على تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية التي تتمتع بها السلطة القضائية المشرفة على مراحل العملية الانتخابية كافة، تحرص اللجنة العليا للانتخابات على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية، حيث أعلنت اللجنة أن إجمالي عدد المراقبين المتقدمين من الجمعيات المشاركة في الرقابة على الانتخابات بلغ 231 مراقبا. أربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني تقدمت للمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات حسب ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، وهي الجمعية البحرينية للشفافية والحقوقيين البحرينية والبحرين لمراقبة حقوق الإنسان والعلاقات العامة البحرينية، إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ويشمل دور المراقبين كافة أعمال الرصد والمراقبة للعملية الانتخابية من خلال المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، بغية التحقق من حسن تطبيق الإجراءات ذات الصلة ورصد المخالفات المتعلقة بها.